يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم، الله يسعدكم جميعا من وين كنتوا عم بتتابعوني. كيفكم يا حلوين؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية. إن شاء الله يا رب جمعتكم مباركة بالصلاة على النبي. خلونا نذكر الله ونصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبلشين الفيديو بأكلة حلو، معناها فيديو اليوم كتير حلو، فبتمنى منكم يا صبايا ما تنسوني من اللايك والتعليق، ربي يسعدكم جميعا. ومبلشين الفيديو بأطيب فنجان قهوة، بعدين رح نطلع على الحديقة نسقي الخضرة ونزرع بذور الخيار، والغدا اليوم بإذن الله رح يكون فلافل. فبتمنى منكم يا صبايا إذا كنتوا أول مرة بتحضروا فيديوهاتي وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. وإذا كنتوا من حبايبنا الموجودين بالقناة فربي يسعدكم جميعا، ما تنسوني من لايك والتعليق. حبايب قلبي وأصدقائي اللي موجودين بالقناة، عن جد بدي أتشكركم كتير كتير على دعمكم، على تعليقاتكم، تشجيعكم إلي. ربي يسعدكم جميعا ويجبر خاطركم وينولكم مراد قلبكم يا رب. يعني عن جد والله هيك عم بتخجلوني بكلامكم الحلو وتعليقاتكم. وكمان بدي أتشكر كل صبية بتحط أكتر من تعليق، والله ما شاء الله يعني صاروا أغلب الصبايا يحطوا كذا تعليق، فربي يسعدكم جميعا. هلأ هون بدي غششكم ايش كنت عم ساوي. والله عملت هذا فنجان القهوة وشفت التعليقات اللي فيها اسئلة، حاولت رد عليها كلها. يعني صار لي هيك كم يوم ومقصرة معاكم، بس قلت خلص اليوم قاعدة وبدي اشرب القهوة خليني رد على الصبايا. فهيك تقريبا على اغلب الاسئلة صرت مجاوبة، فما بعرف اذا بكرة رح يكون في فيديو او رح يكون استراحة، فما بعرف والله رح اشوف. يعني شفتوا هذا الاسبوع يعني بين تعزيل وبين انه طلعت على الحديقة كذا مرة، فما بعرف اذا باخد استراحة سبت واحد او بكمل. على فكرة هداك الاسبوع اخدت استراحة يمكن بس يوم الاحد، وفي صبية يعني عن جد بدي اتشكركم من كل قلبي، والله مو بس هاي الصبية يعني كل الصبايا، يعني اي شي بيشوفوا بينصحوني اعملي هيك ساوي هيك، بخصوص القناة، بخصوص الفيديوهات، بخصوص الوقت، بخصوص الحديقة، اي شي يعني، واي شي بسألكم عنه بخصوص الطبخ المونة، والله ما حدا بيقصر. بس انه كنت عم بحكي عن الصبية اللي قالت لي انه لا تاخدي استراحة ولا يوم بالاسبوع، يعني عم بتقلي انه انا سمعت من قناة انه المفروض اذا القناة بدها تتم محافظة على مستواها او ترتفع اكتر لازم يكون في استمرارية بالفيديوهات. والله هو هذا اللي انا عم بحاول اعمله، يعني شفتوا تقريبا يعني 5 فيديوهات أو 6 فيديوهات بينزل بالاسبوع، بس احيانا بقول خلص انه خليني اخذ استراحة، انه كمان شان انه الواحد ما يمل، يعني يصير في شيء جديد انه تشتاقوا لي غيب يوم يومين بالاسبوع وبعدين نرجع بنشاط يعني. بس انه المشكلة اللي بتصير انه هذا اللي بيخلي الفيديوهات تتراجع. والله يعني ما بعرف من هون لبكره ايش بيصير، ما بعرف يعني بجوز بعد هذا اللي قلت لكم النشاط اللي دب فيني هيك طول هذا الاسبوع اتكاسل هدول اليومين سبت واحد ما صور شيء، فما بعرف ان شاء الله يا رب خير. هلا هون خلصنا قهوتنا وتقريبا هون بعد العصر، قلت لكم انا ما بينطلع عندي على الحديقه يا انه الصبح يا انه بعد الساعه 6:30 العصر لحتى انه اطلع واشتغل. هلا شفتوا انا قلت لكم من فيديو امبارحه انه انا زرعت الخيار، هي تقريبا كنت زرعتهم قبل ما اعزل غرفة النوم، لاني شايفين هون الشرشف والحيف منشورين على المنشار، فتقريبا صار لهم 4 ايام الخيارات مزروعين. ان شاء الله بس من هيك نبتوا اكيد رح صور لكم اياهم. هلا طريقة الزراعة يعني ما بدكم تعيبوا علي، قلت لكم يعني عم بتعلم، بس والله هيك يعني هيك هن بزرعوا، المزارعين هيك بيزرعوا. الارض بتكون محفورة والتراب مهوى قبل بيوم، حفرته ونظفته كلياته من الرمل، مو من الرمل يعني من الحجار. بس هيك بيجيبوا البذور مثل ما شفتوا، بذر الخيار انا غسلته ومنشفته يعني يبسان على الاخير، بترشوا البذور وبتغطوها بشوية تراب.
وبعدين انه بتجيبوا المي وبترطبوها ترطيب لحتى، شلون بدي اقولكم يعني، هن كانوا عم بيقولوا لحتى انه نثبت البذور، اذا شفنا البذور مثلا انه تحركت او شيء بنرجع بنحط على وجهها تراب، وكمان يعني بنسقيها على مي واطي حتى البذور ما تتحرك كلياتها وتتجمع بمكان واحد. فانا والله يعني مشيت على هدول الخطوات وزرعت الخيار. على فكرة أي شيء بتهتموا فيه وبتجوا بدكم تظبطوه وتساووه بيقوم ما بيطلع معكم، أي شيء هيك شيلوه وزتوه بالأرض بيصير ما أحلى، خدوها مني. لأني شفتوا وقت اللي حكيت لكم، مو حكيت لكم، وقت صورت لكم عن البقدونس قلت لكم إني زرعته، يعني صورت لكم زرعته، لا وأنا مبسوطة فيه. بعد يومين بيطلع البقدونس، مو يومين يا رب، يمكن أخذ 5 أيام أسبوع طلع البقدونس ما شاء الله، وتعبى الحوض أتاري ما في حبة بقدونس طلع كلياته بقلي. وعلى فكرة في صبية علقت لي إنه البقدونس بيطير، يعني المفروض تغطيه. هلا اللي كان متابعني من اول وقت اللي زرعنا البقدونس بالشتين قلت لكم، وقت رفيقتي قالت لنا مرتعمه انه غطيه بشي، يعني وقت حطينا فوق هيك سجادات قديمه، يمكن انه وقتها لانه برد غطينا لحتى يطلع. وعلى فكره ما نجح معنا البقدونس ولا طلع. هلا الصبيه قالت لي غطيه، ما بعرف انا على بالي انه غطيه يعني انه شان البرد، قلت هون عنا يعني الجو شوب، اصلا انا كنت زرعته يعني ما كتير يعني انه هيك اخذت بالتعليق، قلت انه مو برد فما بدي اغطي البقدونس. فهي معلقت لي انه بيطير البذر، فقلت لكم يعني طار بذر البقدونس وطلعت لي محله البقله، فوالله ما بعرف يعني. فهالمره زرعنا الخيار بنفس الطريقه، قلت لكم والله يعني انا بشوف وبساوي يعني نفس الشيء. بينما هذيك المره وقت اللي زرعت البطيخ جبت البذر هيك يعني نفس هذا المبدا كمان، والله حطيته وهيك فوق التراب، حركت التراب وسقيته شوي، وثاني نهار انه سبتوا البذرات سقيته. شفتوا وقت اللي صورت لكم ياهم ما احلاهم. هلا هون على اساس عم بتفقد البطيخه بشوفها يعني مستويه ما انا مستويه، لانه قالوا لي اذا البطيخ بيستوي بيكون العرق تبعه اللي موصول بالشتلة بينشف يعني بيه، بس على الأخير هون بتعرفي البطيخة استوت يعني والله عم بتفقدها، فانقطعت معاي شلتها. هلا للأمانة نحن قطعناها يعني وأكلناها ما بتحسوا فيها هي الحلاوة، الحلاوة طعم بطيخ يعني. هلا بعد ما خلصت زراعة بذور الخيار، هلا أنا زرعتهم هون قلت لحتى إذا مدوا يعني شوفت عندكم شلون ما شاء الله يعني تبارك الرحمن الخضرة شلون هيك عم تربى وبتكبر بتمد، يعني شفتوا اليقطين اللي بمدخل الحديقة شلون، ورغم انه على فكرة هون اللي عندي المخزن بيفوت وبيطلع مدخل الحديقة من هون، ورغم هيك بتلاقوا لسه فيهم صار يقطينات. يعني قلت خليني ازرع الخيار بالمدخل هون، اذا مد يعني في قدامه مجال فاضي، وفي انه اذا هيك لبرا يعني طلع لبرا، او انه بحطه على السور يعني لأشوف شلون هون يطلعوا، بعدين بنخطط شلون بدنا نساويهم. هلا اي شيء انا بسألكن عنه الاجابات اللي بتجيني برجع كلياتها بحكيها بالفيديو اللي بعده، عشان مثل ما انا عم بستفيد غيري يستفيد. بالنسبه امبارحه يعني كانت اغلب التعليقات عن سقي الخضره بوقت متاخر، هلا ما بعرف انا ما حكيت اني بسقي الخضره بوقت متاخر ماني متذكره، بس هو على الاغلب كان انه وقت اللي طلعت سقيت الزريعه، يمكن الكل كان عم بيقول لي انه ما بينسقى بهذا الوقت، قلت لكم يمكن كانت الساعه 11:30 او 12. والله انا ولا خطر على بالي انه تكون قصدكم على الزريعه، يعني اصلا انا الزريعه دائما بسقيها بهذا الوقت، بس الخضره هي اللي بسقيها يعني على الساعه 6 المساء مثلا، مثل هلا شفتوا ما في شمس يعني غايبه على الاخير، بطلع بشتغل فيها وبسقيها. بس الزريعه والله يعني للامانه دائما بتنسقى بهذا الوقت، وقت اللي بحوس وقت اللي بشطف برا، يعني اذا حست العصر شطفت البلاكين بسقيها، بس بشكل عام دائما بتنسقى على 11 11:30 12 ايمت يعني بيجي الدور فبسقيها. فما بعرف اذا كان قصدكم عن هاي. هلا هون عم بصور لكم الدوالي ما شاء الله، هي الدلي يعني ما في يعني بكتير، بس كلياته يعني مستوي وصار بده تقطيف، بس المشكله يعني شايفين الارتفاع شقد بده سلم لحتى انه نطلع ونقطفه، بلكي ان شاء الله بهاليومين.
ايه كمان بدي اقلكم انه وقت اللي سألكم عن الباذنجان انه ليش عم يطلع فيه بذر، فكان السبب هو قلة المي، لازم ينسقى. في صبايا قالوا لي كل يوم، في صبايا قالوا لي يوم ايه يوم لا. هلا انا تقريبا يعني يوم ايه يوم لا يعني، بس احيانا والله بغيب يومين، فيمكن هذا السبب يعني. هلا دائما وقت اللي بصور بالحديقة سواء زراعة تقطيف خضرة سقي، انه كتير بيقولوا لي لا تسرعي الفيديوهات وخليهم على راحتهم. صبايا انا الفيديوهات وقت اللي بصورهم وبخلصهم بيطلعوا معي تقريبا ساعة ونص، يعني انا بحاول سرع بالطبخة قدر الامكان وانه طول فيديوهات الحديقة. فبتجيني كتير تعليقات انه انتي عم تحكي شي والفيديو شي تاني، طب انا يعني بدي لحق على هاد وعلى هاد، ورغم هيك يعني عم تصير فيديوهاتي 20 دقيقة 22 دقيقة، احيانا بحاول اختصر برجعها 18 دقيقة عشان ما انه الواحد يمل، ولما بتشوفوا الفيديو بتكونوا يعني مستمتعين بكل لحظة. فما بعرف انا بالنسبة لي بحس هيك الفيديوهات يعني سرعتها معقولة، يعني شفتوا انا اذا بدي اصور لكم سقي الخضرة قلت لكم عن جد بتاخد معي ساعتين ساعتين ونص على بين ما اخلص سقي الخضرة، فعشان هيك يعني انه بصور لكم الاجواء بسرعه شوي هيك بتتسلوا وبتغيروا الجو. واليوم والله مدللكم كتير كتير، تقريبا شفتوا روتيني كلياته بالحديقة. هلا هون بعد ما زرعت الخيار وسقيت الخضرة، بنتي الله يعطيها العافية عملت لنا هيك شي بارد نشربه، وبدي روح كمان قطف الخضرة جنب الفلافل. قلت لكم اليوم ان شاء الله الغدا فلافل، فرح قطف شوية نعناع شوية فلافلة بندورة ليمون. هلأ هون بما انه طالعة وعم بسقي الخضرة، شايفين الخضرة كلها مسقية، يعني انا بفتح المي من هون وبفتحها من هون وبحول الخرطوم من مكان لمكان. فهلأ هون جيت لحتى قطف النعناعات، شايفين شلون صايرين ما احلى هون النعناعات. هلأ انا وقت اللي نظفت الحشيش اللي كان بيناتهم، على فكرة شايفين يعني رجعانين متملين، فكان في كتير اماكن فاضية، وبتتذكر وقتها انه في مكان كان فيه نعناع شلته فحاولت ازرع بهدول الاماكن. هلأ بتحسوا انه مو متملي على السوا، يعني لسه في فراغات ممكن واحد يرجع يقص منه ويزرعه لحتى يتملى المكان كله، بس انه بالنسبة لي والله يعني انا هي كمية النعناع شفتوا يعني لما بيكبروا بيصيروا يعني زيادة، فبقطفهم وبنشفهم، عشان هيك بتلاقوني ما عم بزيد هدول الكميات. بالنسبة للزراعة امبارحة الاقتراحات انه ليش ما بتزرعي شيء انه للتخزين، مثلا مثل البصل الثوم البطاطا، هدول كانوا اكتر انواع مقترحين امبارحة، انه كأنه هدول انه بيتخزنوا يعني حتى اذا صارت عندكم كمية بتستفيدوا منه. هلأ والله انا اللي كان عم يسألني على البصل قلت له انه هلأ مو موسم البصل، انا على بالي انه بصل اخضر، شفتوا انه لسه ليبرد الجو شوي، اساسا هلأ ما كتير يعني مرغوب، فلا قالوا لي انه في بصل يعني شفتوا بتزرعوه بعد فترة بتقطفوه من تحت، يعني هو بصل كبير، وعلى الاغلب التوم نفس المبدأ. البطاطا ما جربت انا زرعت، بس قلت لكم مرة انه اول ما سكننا بالبيت وجينا ننظف الارض وهيك يطلع لنا حبات بطاطا، بس صبايا حبات البطاطا يعني من وقت اللي طلعناهم نحن من سنتين هن هيك كتير صغار، ولما اجت مرت عمه ورجعت اشتغلت بالارض رجعوا طلعوا حبات البطاطا يعني نفسهم نفسهم صغار ما مكبرانين، فما بعرف يعني ليش هيك البطاطا بقت بهذا الحجم، يعني تخيلوا انه نحن لما حفرنا طلعت معنا، رجعنا نفسها يعني رجعناها على التراب وغطيناها انها بلكي بتكبر. رجعت مرت عمه وقت اللي حفرت الارض يعني طلعت، وبتتذكر مرة قلت لكم صورت لكم اياها وساويتها يعني، فما بعرف يعني انه بطاطا ازرع ما ازرع ما بعرف. امبارح اللي كان عم بيقول لي كانه وقت اللي رفعت الشتلات انه نشفوا، لا بالعكس هن كانوا يعني نشفانين بس ما كانوا مبينين، بس هلا صراحة كتير اسهل كتقطيف كسقي كأنه تمشوا بالحديقة هيك، الحمد لله رب العالمين صاروا كتير أسهل علي. هلا شفتوا وقت اللي كنت عم بقطف قطفت البطيخه الصغيره، كل ما بقطف بيقولوا لي ليش بتقطفي البطيخ هو صغير حرام. هلا هذا نحن بناكله اسمه عالجور، على فكره كتير طيب يعني كتير اطيب من البطيخ لما يستوي،
ويصير كبير، وعم يصير معي دائما بالصدفة البطيخ ما بشوفه إلا هو صار أصفر يعني وكبير. فاليوم لقيتها، يا سلام، كأني لقيت كنز بالحديقة. فقلت يلا خليني أقطفهم. حتى شفتوا الخيارات، يعني والله ما كنت متوقعة ألاقي خيارات، كمان كان في كم حبة فقطفتهم. هلا اليوم غدانا فلافل او عشانا هو، والله هي الفترة يعني عم نتأخر بالغداء. بتتذكروا من قبل قلت لكم على الساعة 5 بيكون الغداء جاهز، الساعة 6 بكون خلصنا غدا جلينا، ما تم عندي شيء يكون عندي وقت فاضي. هاي الفترة تقريبا عم بيصير غدانا او عشانا مثل ما قلت لكم على الساعة 8 8 ونص، والله احيانا 9 يعني لحتى يصير العشاء. جوزي عم يتأخر بشغله، فالله يا رب هيك يعطيه الصحة والعافية ويرزقه ويبارك لنا ويبارك لكم برزقكم. فهيك غداي عم بصير متأخر وبنفس الوقت عم بطلع بشتغل بالحديقة، فيعني هيك بتحس روتيني شوي ملخبط مانا منظم. بتلاقوني على بين ما خلص ضب العشاء يعني والجلين، وخاصة إذا مثل اليوم يعني فلافل، والله عم بتصير الساعة 10 وأنا بالمطبخ. فالله يا رب يكتب أجرنا جميعا. هلا اليوم بدي اعمل فلافل. قلت لكم من كم يوم لازم بقى نعمل فلافل، كنت عم رتب والله الفريزه والثلاجه يعني، فلقيت عندي كيس حمص يعني مفروم، مع اني انا ما بحب يعني دائما بقول لكم الفلافل ما بحب افرم الحمص وتلجه وبعدين طالعه ساوي، ما بعرف هيك نفسيا بحس الفلافل ما بيطلع مثل الفلافل التازه. كل ما بساوي فلافل في صبايا بيقولوا لي ساوي كميه وفرزيه وطالعيها بتقليها. هلا هو اوكي بينجح ما بيفرط، بس سبحان الله ما بعرف بتحسوا الفلافل لما بينعمل تازه كشكل كلون بيطلع احلى. فاليوم انا كان عندي الحمص يعني منقوع ومفروم، محطوط له ثوم، شفتوا جيت تبلته، حطيت له ملح، كزبرة وكمون وكربوني او باكن بودر، يعني بصير هاد وبصير هاد، اي وحدة بتستخدموها بتصير، حتى اذا حطيته من اثنين كمان ما بيأثر. هلا اليوم انا عندي الكمية ما كتير كبيرة، فتقريبا حطيت اقل من ربع المعلقة كربوني، اقل من ربع المعلقة يعني هيك براس المعلقة بتشيلوها وبتحطوها. حركته كتير منيح وتركته على جنب على بين ما حضرت السلطة والمخللات، الفليفل، الليمون، مثل ما بيقولوا حباشات الفلافل. هلا هون حطيت له شوية مي وحركته وبلشت اقلي. هلا لقلي الفلافل ما بدنا تكون النار كتير حامية، مثل ما لاحظتوا اليوم الزيت عندي انا شوي حامي، مجرد احط قرص الفلافل فورا ياخد لون. المفروض يعني يكون الزيت حامي، نحط الفلافل لحتى ما يفرط معنا اذا الزيت بارد، وبنفس الوقت كمان ما يكون كتير حامي لحتى ما ياخد لون ويتم قلبه معجن، فبدكم تنتبهوا لهي النقطة. هلا هون خلصت قلي وصاروا الفلافلات جاهزين وغدانا اليوم جاهز. بالعاده بعمل سلطه جنب الفلافل، بس اليوم غيرت، قلت خليني اعملهم شرايح البندوره والخيار والمخلل مع الليمون والطحينه، وهيك كم عرق نعناع، يا سلام اطيب سندويش فلافل. فالحمد لله رب العالمين على هالنعم، الله يا رب يدومها علينا وعليكم ويحفظها من الزوال. هلا شوفوا الفلافل يعني قلت لكم ناجح وما بو شيء، بس سبحان الله انا بحس الفلافل اللي بيكون انه تازه بيطلع غير شكل. فما بعرف ايش رايكم صبايا، اكتبوا لي. وبتمنى منكم يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون ما تنسوني من لايك والتعليق، ربي يسعدكم جميعا.
وهلا صار لازم ودعكم وقلكم ان شاء الله بشوفكم بفيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال.